الوعاء العقاري اللي استرجع سيوجه للسكنات ايضا. يعني ما يفوق 7 قطارات. عندنا تقريبا 12 قطار، كاين 7 هذه وكاين 5 قطارات كانت كنا نحضروا فيها، اذا راح يكون فيه برامج سكنيه عدل الترقوي المدعم لو ال بي وممكن سكنات اجتماعيه اخرى. كل وعاء العقاري اللي استرجعنا فيها العمليات تاعات السكن ستوجه للسكنات ايضا.